عوده مجدده كوتش عبد الله معاكم في الفيديو. راح اعطيكم تمرين سهل حق عضلات الارجل. كلنا نقدر نسوي سكوات، بس اذا غيرنا عليه سويناه شويه في صعوبه راح تحس بفرق. ما تحتاج اي وزن، كل اللي تحتاجه وزن جسمك والتكنيك صح. والتمرين كالاتي: وضعيه السكوات، طبعا اصابع ريلك. لما انت تبي تعرف الوضعيه الصحيحه سوي الحركه هذه، سوي جمب واحد اثنين ثلاث، من تثبت تحت هذه الوضعيه السكوات اللي تحتاجها. اذا مو متاكد خل ريولك اكثر شويه من مستوى اكتافك، اصابع ريلك برا. حلو، التمرين كالاتي: تبي ايدك بروزن سكوات او ايدك هني او هني اللي يريحك. اوكي، راح تنزل 3 2 1، تثبت، بعدين تنزل شوي 90 درجة، 3 2 1، معناه تنزل على خير 3 2 1، معناه تصعد 90 درجة، 3 2 1، معناه هني ربع 3 2 1. هذا كله عبارة عن 1 ريب. مرة ثانية 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1. تصعد فوق، شكله سهل ولكن صدقني طقتين راح تحس الريل اوريدي ولعت. جرب 5 إلى 10 تكرارات. تبي شوية أصعب سوي بريزن سكوات 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 and burn. جرب التمرين بأي مكان بالحديقة بالبيت، ما تحتاج أدوات، فقط تحتاج تركيز على عضلات ريولك باستخدام وزن جسمك، وراح تشوف النتيجة. يعطيكم العافية.